سؤاله الثاني يقول: لقد تقدمت بالخطوبة لبنت خالي والحمد لله، وتمت الخطوبة وحصل على زمن الخطوبة 1 سنة و3 أشهر، وحتى الآن لم يتم عقد نكاحي لها وهي في انتظاري، وأنا حتى الآن لم أتمكن من الحصول على المبلغ الذي يقيم الزواج. هل يكون علي إثم في هذا التأخير؟ وإن كان علي إثم أفيدوني ماذا أفعل؟ لا إثم عليك في هذا التأخير ما دام أنه بسبب إعسارك وانشغالك بجمع التكاليف، تكاليف الزواج، فلا إثم عليك إن شاء الله في هذا لأنه بسبب العذر. لكن ينبغي لك أن تستسمح منهم وأن تخبرهم بالواقع، وأنك بحاجة إلى وقت لجمع مثلا ما يلزمك من المؤن، فإذا أخبرتهم بذلك وسمحوا لك فلا بأس بذلك ولا حرج عليك. والذي نصيبه أن لا يكلف الزوج من مؤن الزواج ما لا يستطيعه، بل ينبغي تيسير الزواج، تيسير المهر والتخفيف من كلف الزواج مهما أمكن، فإن ذلك شكر الله لكم.